السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا طلاب مدرسة أورينت الافتراضية لنتابع ما بعد السلسلة التعليمية الإلكترونية لمادة تقنية المعلومات للصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي القسم العلمي. طبعا كنا في الجلسة السابقة قد بدأنا بالحديث عن الأداة Command Button، تكلمنا عن أهم الخصائص لتلك الأداة، وفي هذه الجلسة سوف نتابع الحديث عنها ونتكلم عن الطرق أو الميثود والأحداث الخاصة بها. إذن بالنسبة للطرق، بيقول لي إنه من أهم الطرق للأداة Command Button هي الطريقة Set Focus، ونحن شفنا الوظيفة أو طريقة Set Focus للأداة صندوق النص أداة التكست بوكس، وشفنا شلون كان بفعل التركيز لأداة صندوق النص وبيخلي مؤشر كتابي موجود فيها. أما الأداة سيت فوكس أو الوظيفة عفوا سيت فوكس للأداة الكوماند بوتن لزر الأوامر أيضا بفعل التركيز لتلك الأداة، ولكن هون أنا ما عندي نص أكتبه، ما عندي صندوق نص، هون عندي زر، وبالتالي منلاحظ أنه يقوم بوضع إطار خفيف منقط حول ذلك الزر، أي أن هذا الزر جاهز بالضغط عليه، مجرد ما أنك تضغط Enter أو تضغط Space Bar يتم تنفيذ تلك ذلك الأمر على ذلك الزر. طبعا كيفية ذلك لنتابع مع بعض أو نرى ذلك بشكل عملي على الفيجوال بيزيك. خلينا ننتقل للفيجوال بيزيك ونشوف هل موضوع هذا. الآن عند تشغيل البرنامج نلاحظ أنه التركيز وين موجود؟ على الأداة أو صندوق النص الموجود هنا أمامنا في الشاشة. بدي التركيز ينتقل إلى الأداة CMD. أوكي. لذلك نذهب لكتابة الكود أو تفعيل الوظيفة Set Focus للزر CMD. أوكي. عند تشغيل النموذج في الفورم Load، عندما يقوم تشغيل البرنامج او نافذة الفورم يتم تفعيلها، راح اقول له form1.show، فعل لي الوظيفة show. دائما لما بدي ادخل على الفورم لود يعني من المفترض انه نشغل الوظيفة show لهالأداة فورم حتى نستطيع تنفيذ باقي الأوامر بشكل ناجح. الآن بدي الأداة اللي اسمها CMD اوكي دوت، بدي اشغل مع ايش؟ السيت فوكس. بس بنتبه بشكل كبير الى موضوع انه ما يكون عندي اثناء تشغيل الفورم لود، يعني ما احط اداتين لهم سيت فوكس، يعني ما يكون انا عندي زرين، مثلا الان في عندي زر نيكست وعندي زر اوكي، يعني ما اجي اقول له السي ام دي اوكي دوت سيت فوكس واقول له ايضا الكوماند 1 دوت سيت فوكس. هذا الموضوع خطأ، ما لازم انفذه لانه التركيز يكون على اداة واحدة فقط، او اروح على تكست واحد تكست اثنين اقول له دوت سيت فوكس، لا لازم يكون ضمن الفورم لود يكون في عندي التركيز على اداة واحدة منهم فقط. الان انا عند تشغيل الفورم عند الحدث لود سوف يقوم بتفعيل التركيز سيت فوكس لمين؟ للزر سي ام دي اوكي، وبالتالي خلينا نشغل البرنامج، وفعلا بنلاحظ انه اطار منقط حول الزر اوكي، وبالتالي لما انك تضغط المسطره او الزر مثلا اوكي او تلاقي بيتم تنفيذ ذلك الزر. اذا هي بالنسبه ل طبعا اذا بدك الزر الثاني نيكست هو يكون التركيز عليه، كمان ممكن تستبدل السي ام دي اوكي بالزر كوماند 1 اسمه كوماند 1 او الاسم البرمجي المناسب له، ولكن يجب الانتباه الى انه لازم يكون عندما تقوم بتشغيل الوظيفه سيت فوكس للزر لازم يكون فعال. يعني هلا مثل هذا الزر نيكست غير فعال، فلازم تحول خاصيه انبلد الى ترو، لازم يكون فعال، وايضا الخاصيه فيزيبل لازم تكون ترو اي مرئي. اذا الان اذا بدي اطبق العمليه على النيكست لازم اروح على الخاصيه enabled وقال له ترو افعله، والخاصيه الفيزيبل هي مرئيه واضحه ما فيها شيء، وراح اروح على الكوماند راح اغير بدل سي ام دي اوكي راح اقول له عمل لي اياه لمين؟ للكوماند 1.
الآن بشغل البرنامج فملاحظ التركيز وين؟ على زر النكست. إذن هاي بالنسبة للخاصية، عفوا بالنسبة للوظيفة set focus للزر. وهون عم بيقول لي طبعا عاطي لي المثال انه على الحدث لود للفورم، انه طبعا ملاحظ انه كمان قال لي فورم دوت شو، وبعدين قال لي سي ام دي 2 دوت سيت فوكس، وبالتالي شغل لي السيت فوكس لها. وما بنصح يحط لي ملاحظه مهمه انه يشترط في استخدام طريقه سيت فوكس ان تكون الاداه المطلوب تركيزها في هذا المثال زر الاوامر ظاهرا وفعالا، يعني لازم يكون خاصيه فيزيبل ترو والخاصيه انيبلد ترو. بالنسبه للاحداث، أهم الأحداث لتلك الأداة هي الحدث كليك أي عند النقر عليه، والحدث ماوس أوفر عندما نقوم بتمرير مؤشر الفأرة فوق زر الأوامر، والحدث جات فوكس، والحدث لوست فوكس. لوست فوكس تحدثنا عنه في الأداة التكست بوكس، ولاحظنا كيف عند فقدان التركيز من تلك الأداة رحنا قلنا له خلي السيت فوكس موجود على الأداة تكست بوكس طالما أن المستخدم لم يكتب نص بداخله. الآن خلينا نفهم بشكل جيد الكات فوكس واللوست فوكس مرة أخرى على الأداة كومن، ولكن يمكن هذول أحكي عنهم درس أو الجلسة القادمة، خليني أفرغ لهم جلسة. خليني أحكي اليوم عن موضوع الكليك والماوس أوفر. إذا الكليك يحدث عند النقر المفرد على زر الأوامر، أما الماوس أوفر عندما نقوم بتمرير مؤشر الماوس فوق زر الأوامر. خلينا نشوفه بشكل عملي، وخليني أحذف أنا كل شيء كود كتبه سابقا. نبدأ من الصفر، عندي زر أوكي وزر نيكست. زر أوكي راح أقوم بتغيير العنوان اللي إله، وراح أجي هون أكتب مثلا جرين، وهون النكست راح اكتب عليه ريد. يعني انا بدي اكتب نص معين في الاداه، وخليني احذف هذول الاداه او اتركه ما في مشكله. بدي اكتب نص معين في الاداه التكست 1، واضغط على ريد يتلون اللون بالاحمر، واضغط على جرين يتلون اللون بالازرق عند النقر على زر الاوامر. راح اروح على الحدث، ولاحظ لما بتنقر على الزر نقرة مزدوجة فبيعطيك في نافذة الكود للفورم 1 اسم الزر سي ام دي اوكي، والحدث كليك هو الحدث الافتراضي. وطبعا نحن من هون ممكن نغير نقول له انا بدي مثلا احداث اخرى، فجود فوكس لوست فوكس او غيرها، بختار من هون بيعطيني. طيب انا بدي على الحدث كليك يقوم بما يلي، يروح على الاداة اللي اسمها تكست 1 دوت تكست دوت عفوا مو تكست دوت فور كلر، بدي اغير انا الكلر الامامي تساوي الى في بي جرين. اما بالنسبه للزر ريد بدي يروح كمان على التكست 1 دوت تكست عفوا دوت فور كلر، وبدي اغير القيمه الى ريد. الان خليني اشغل البرنامج واكتب نص معين بالتكست فايل. طبعا حاطط له انا شار، راح اغير وما بيأثر، ولكن راح اغير كمان الخاصيه باسورد شار. الخاصيه باسورد شار احذف النجمه منه. الآن خلينا نشغل البرنامج. إذا كتبت نص معين، الآن بمجرد ما أعمل كليك لاحظ أنا بمرر مؤشر الماوس فوق الزر ما عم بيصير شيء، لأنه أنا ماني عامل الحدث ماوس موف. لو أنا عامل حدث ماوس موف كان بمجرد ما أنه أشر عليه بدون ما أضغط بيشتغل. الآن راح يشتغل إمتى؟ عند النقر. بمجرد ما أعمل كليك لاحظ اشتغل الكود اللي مكتوب جواته. ونفس الشيء بمجرد ما اعمل جرين اضغط عليه راح يشتغل. اذا ما قمنا مره اخرى بالذهاب الى نافذة الكود، وجيت انا قلت له لا الزر كوماند 1، قلت له بدي اياك لما بتعمل عليه كليك خلي اللون ريد،
ولكن لما بتعمل عليه ماوس موف مؤشر الفأرة بتمرره فوقه، روح اعمل لي شغلة تانية ماوس موف. لما بتعمل ماوس موف ايش بدي يصير؟ خلي يصير اللون النص تكست 1.4 color تساوي الى، خلي يصير لون النص في بي يلا. خليني اشغل البرنامج. فاذا جيت كتبت نص معين بمجرد ما اشر على الكوماند 1، طبعا يبدو انا عندي خطا بكتابه اليلو. طب خليني بدل اليلو، ماني حفظانه بالضبط، خليني اكتب بداله بلاك، او بلاك راح يكون اسود، هو يكون اللون اسود، ما في مشكله. اكل حال نحن نغير لونه ونرجع نجربه بلاك. خليني جرب شغل البرنامج. اذا كتبت نص معين، ضغطت على جرين صار اخضر، بمجرد ما احط مؤشر الماوس فوق الريد، لاحظوا بدون ضغط صار ايش؟ صار اسود بلاك. ارجع مرة اخرى اضغط على جرين كليك، لاحظ صار اخضر. طيب الان بمجرد ما احط الماوس امررها فوق الزر ماوس موف، راح يتنفذ الكود ويصير بلاك. اضغط عليه بده يصير ايش؟ ريد. ولكن عم يرجع بيصير بلاك، لانه انا بعد النقر الكليك عم يتحرك الماوس، يعني الماوس هو موجود فوقه، وبالتالي الماوس موف هو المؤثر الاكثر. لاحظ ضغط هون صار كليك، اذا جيت جبت مؤشر الماوس لفوق الزر مباشره تغير، وهكذا. مجرد ما انه يتحسس الماوس مؤشر الفاره فوقه تنفذ عندي الحدث ماوس موف. اذا بقي عندنا الحديث عن الحدث God Focus و Lost Focus في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.